السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتنا الأعزاء نكمل لكم الجزء الثاني فيما يخص الرسومات الخاصة في مادة الإحصاء. طبعا هذا الجزء أيضا نحل به مثاليا مهمات. هناك اشتغلنا بالمحاضرة السابقة اللي ذكرناها احنا في كل تفاصيلها. إذا نرجع لها شوية بصورة سريعة، حكينا عن الهيستوغرام اللي هو المدرج التكراري والمضلع التكراري، وكذلك الى رسم المنحني الصاعد او المنحني النازل اللي هو نسميه بالاوجيف او نسميه بالليس ذان كيرف، والمور ذان اللي هو يكون التكرار المتجمع النازل. طبعا هسه راح ناخذ مثاليا اخريات، لكن عن الريلاتيف فريكوانسي جراف. من نقول كلمة ريلاتيف معناها نسبة، نسبة. اذا هذا يكون بالبوينتات يعني، اوكي، نفس الافكار اللي اخذناها سواء بالمضلع التكرار أو. لكن شنو اللي راح يختلف؟ انه بالنسبة للكلاسز راح تبقى مثل ما هي، فقط الفريكوانسي يتحول الى نسبة مئوية، الى نسبة. هناك كان ارقام، كان اعداد، هنا يتحول الى نسبة. هذا هو الفرق بين الاثنين. فهنا هسه مثلا عندي هاي الارقام، عندي بين 5.5 للـ10.5 واحد، بين 10.5 للـ15.5 اثنين، وهكذا. هنا من نجي نجمع المجموع الكلي اللي هو 20. فشي يقول construct a histogram with frequency polygon and ogive using the relative frequencies. اوكي، يعني باستخدام التكرارات النسبية. هنا ما قال using frequencies، اذا يقول frequencies نرجع مثل ما نفس الاعداد، مجرد مباشرة نجمع الاعداد وخلاص. بس من يقول relative frequencies معناها لازم نطلع نسبة الاعداد. زين، هاي عندي 20 من المتسابقين، اوكي، خلال الاسبوع. وهنا أنا هاي العدد كلي اجي هسه اطلع الواحد، شلون اطلع نسبتها؟ الجزء على الكل في 100، يصير 1 على 20 في 100، كانما طلعت نسبتها. يعني 1 على 20 ايش قد؟ 2 على 20 اللي هي كانما 1 بالعشرة، 3 على 20، 5 على 20، اذا الجزء على الكل في 100. واجي ارسم بنفس الطريقة ونفس الكيفية اللي تعلمناها بالجزء الاول. بمعنى هسه انا جبت الكلاسز، اجي اطلع الميد بوينت، اطلع الميد بوينت مال الكلاسز. شلون؟ قلنا الميد بوينت اذا ارجي اريد ارسم مثلا، هسه المدرج ما عندنا مشكله، من الى من الى. زين، اذا اريد ارسم المضلع التكراري احتاج نقاط وسطيه، فاجي على الكلاسز اللي هي الميد بوينت، اقول 5.5 زائد 10.5 ايش قد؟ يعني 16 تقسيم 2 يطلع الناتج 8. اوكي، 10.5 زائد 15.5 تقسيم 2 26، يعني تقسيم 2 13، وهكذا بالنسبة للبقية. هاي طلعنا من عندها الميد بوينت، هاي ما عندي بيها مشكلة. اجي على الفريكوانسيز، اذا طلبت من عندك فقط الفريكوانسيز، يعني لا تستخدم الاعداد السابقة نفسها تجمعها وتطرحها او كذا. اذا ردنا الريلاتيف لا، تحولها الى نسب، تحولها الى نسب. يعني 1 تقسيم 20 ايش قد يطلع بالمية؟ يطلع 5%، 10%، 15%، وهكذا. ها هي التكرارات النسبية، فصارت نسب. مجموعها ايش قد لازم يكون؟ 1، يكون 1 او قلنا 100، 100%، اذا في حالة كنسبة مئوية ماكو فرق بين الاثنين. يعني اذا تقول هنا بالمية لازم تقول 5%، وهكذا، او تبقيها بدلالة هاي النسب. طيب، يريد من عندنا ارسم المدرج التكراري والمضلع التكراري وكذلك الكوميليتيف اللي هو الاوجيف. الاوجيف يعني شنو؟ يقصد به التكرار المتجمع الصاعد. بس احنا ما عندنا مشكله الكلاسز اللي من الى ويا التكرارات يعني الرئيسيه او ويا التكرارات النسبيه هاي، يعني هذا ويا هذا، ايش نرسم من عنده؟ نرسم من عنده المضلع، هذا مضلع او عفوا المدرج التكراري. اوكي، فعندي هاي النسب وعندي هاي من الى، من الى ارسم المدرج التكراري. هسه هذا نسميه بالهيستوغرام. زين، طلعنا احنا الميد، اصلا الميد بوينت، هاي الميد بوينت طلعناها. اوكي، هاي الارقام الوسطيه، حتى ارسم مضلع فاحتاج نقاط، فلازم المنتصف مال هاي. فالميد بوينت ويا نفس التكرارات شو ارسم؟ ارسم المضلع التكراري، هذا اللي هو شنو؟ كانما السناتر مال هاي الخطوط، اوصل خط بيناته. انت طبعا تقدر حتى على نفس الرسم توصل لي خط بيناتهم، ايضا يعتبر الحل صحيح.
اوكي، حتى ما تسوون كيرف ثاني، فمجرد انه توصل خطوط ما بين السناتر مال هاي المضلعات. طيب المطلب الثالث اللي اريده من عندك ان هو اريد اللي شو اسمه الاوجيف يقصد بها يعني التكرار المتجمع الصاعد، او نسميه بالليس ذان كير، اللي هو اذا معناها التكرار المتجمع الصاعد. عندي هاي النسب، قلنا نبدي اول شيء من الصفر، صفر زائد 5%، 5%، 5% زائد 10 15، 15 زائد 15 30، 30 زائد 25 45، 45 زائدا 20 65، 65 وهكذا إلى أن نوصل، يعني هاي نقصد بالمية، إلى أن يوصل الناتج 75 عفوا، إلى أن وال 75 زائد 15 90، وال 90 زائدا العشرة يطلع لنا 100 أو 1. فإذا هذا هو التكرار المتجمع الصاعد النسبي. شوف النسبي شنو يعني؟ يعني بدلالة النسب، ولا هو نفس التطبيق السابق فقط نسب حولنا. فإذا عندي هذا هذا التكرار المتجمع الصاعد الاعتيادي اللي هو من الأرقام الاعتيادية، وهذا هو النسبي، وهذا هو النسبي. فإذا راح نجي نرسم العلاقة ما بيناتهم. إذا هذا هو الكوميليتيف ريليتيف فريكونسي، أوكي، هذا هو النسب، وهنا السناتر مال الأرقام بالعشرة ونص، بالخمستاعش ونص، بالعشرين ونص، ونوصل خطوط بين النقاط. هذا نسميه بالاس كيرف اللي هو الاوقف. طيب ناخذ المثال اللي بعده بنفس الطريقة وبنفس الكيفية، ايضا يريد من عندك الريلاتيف فريكونسي، الريلاتيف فريكونسي. فبما انه انا عندي هاي ارقام، لان هاي نمبر اوف امبلويز، هاي عدد من الموظفين، اوكي، هنا شي يقول the table below show a frequency distribution of the monthly wages in thousands Iraqi dinar، يعني هنا أنا معدل الرواتب للموظفين العراقيين ل 65 موظف. يريد الريلاتيف فريكونسي، يريد الكلاس مارك يعني الميد بوينت، معناها الكلاس مارك يعني الميد بوينت، والكلاس باوندريز اللي هي الحدود اللي قلنا بلس ماينس، يعني نضيف قبل ونضيف بعد. طيب فهنا النمبر اوف امبلويز اللي هي هاي الارقام، احنا قلنا التوتال مالتهم 65، فبما انه يريد الريلاتيف فريكونسي لازم اجي اطلع النسبة مالته، فصير 8 على 65 في 8 على 65 ايش قد؟ طلعت نسبته 12.3%، 10 على 65 15.4 كذا. المهم اذا اجمع نسبتهم كلهم لازم تطلع 100%، او كانما واحد. شنو واحد؟ هي اللي هي كانما هنا 0.123 او 0.154 او بوينت. فاما نقول بالمية او نقول بوينت ماكو مشكلة، فانتوا لكم الشغلتين. الكلاس مارك اللي هي شنو؟ يريد من عندنا الكلاس مارك يعني الحد الاوسط، الحد الاوسط اللي هو هذا زائد هذا على 2، هذا زائد هذا على 2، طلع لي الكلاس مارك. والكلاس باوندريز اللي هي قلنا شنو؟ ناخذ قبلها وبعدها، ال 450 شنو قبلها؟ 449 ونص، وشنو بعد ال 459 ونص، وهكذا. فاذا زائد نص ناقص نص زائد نص ناقص نص زائد نص، يعني شنو؟ حطينا نسب اقل واكبر ب 0.5. طيب المثال، مثال اخر، هنا مثال اخر بكل شيء، يعني كل اللي حكيناه بالمحاضره هذا مثال اخر، يعني بنفس هو طبعا تكمله اليه. طبعا يريد هنا التكرار المتجمع الصاعد، قلنا هاي هي الكوميليتيف فريكونسيز الاعتياديه، هنا البيرسنتج كوميليتيف، يعني كانما محول كل واحد الى نسبته ومسوي التكرار المتجمع الصاعد. شوف هذا زائد هذا التكرار الى ان يوصل ل 65، وبعدها هنا سوى المور كوميليتيف فريكونسي اللي هو التكرار المتجمع النازل، اخذ من الرقم الكبير ونزل، اوكي. وطبعا هنا اجى رسم العلاقه ما بين الهيستوغرام والمضلع التكراري اللي وصل بين السناتر، اوكي. هنا وضحنا على اليسار الفريكونسي بالاعداد، وهنا وضحناه بالنسب، بالنسب وسميناه الفريكونسي، اما بالريلاتيف او مور ريلاتيف الاعتيادي يعني. وهنا رسمنا التكرار المتجمع الصاعد والتكرار المتجمع النازل. فالصاعد نسميه less than curve، هذا نسميه or more curve. ان شاء الله يعني تكون كل الامور واضحة، وفي تطبيق
كل الملاحظات. شكرا جزيلا.